اسمي محمود سيد مصطفى حسنين، انا عندي 12 سنه. اول مره اذنت فيها كان عندي 8 سنين. اشهد ان لا اله الا الله. انا فاطمه عمر. قابلتني صعوبات كتير لان احنا كنا بنتدرب باقل امكانيات ممكن، ومع ذلك كنا بنحلم احلام كبيره قوي. بشتغل من بيتي بقالي 5 أو 7 سنين، مش بشتغل على كم انتاج، لا بشتغل على كافيه. العماله كمان ممكن الصندوق يساعدني فيه، ان انا ابتدي اطلب عماله مواصفات معينه، ناس بروفيشنال، ناس اقوياء في الخياطه، انا عايزه مستوى معين من الخياطه متميز. الله، الموضوع كبر والموضوع بقى احتاج من امكانيات اكبر من امكانياتي، فخبطنا على الصندوق وقلنا يا صندوق ساعدني. احنا دلوقتي بنوصل الوحده، بيجي لنا الكابل الرئيسي من الخلايا الشمسيه من فوق يوصلها على بقيه احمال البيت. الموضوع ملوش علاقة بالعبقرية، حاسس ان انا لو بقيت عالم رياضيات هبقى مفيد للبشر. بعد ما بلاقي اللون اللي هي الدرجة اللي أنا عاوزها ببدأ عملية النفخ وشكل الفانوس المربع، وآخر النهار ببدأ أطفي الفرن. يا رب يا رب يا رب المشروع ده يتم، ويا رب يدينا العمر ونشوف بعد 10 سنين وقابلكم تاني عشان أوريكم شكل الصعيد بقى إيه. كلنا بقينا عيلة واحدة، جميع أفراد المبادرة. أنا نفسي يتعامل بقى تبقى مبادرة تانية، إنه تأهيل العاملين فعلا. مصلحتنا إن احنا ندخل NGOs أكتر عشان نغطي الجمهورية بطريقة أحسن. الإرادة تخليك تعمل أي حاجة في الدنيا، واللي مش شايف كده يبقى أكيد أعمى.